بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير الشعب السوداني، تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد. نؤكد في الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية بأننا نعمل بتنسيق تام ونطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم الآن بعد أن تم تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة. وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الانقلابية. الثورة باقية وماضية في تحقيق غاياتها، ومؤسسات الحكم المدني محروسة بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني الأبي. ندعو كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية وأطراف السلام والأجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني إلى توخي اليقظة والانتباه للمحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة. تؤكد مؤسسات الحكم المدني أنها لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته، وأنها ستكون على خط الدفاع الأول لحماية الانتقال من قوى الظلام المتربصة بالثورة. سنوافيكم لاحقا بالتفاصيل الكاملة للمخطط الانقلابي الفاشل الذي يحاول إعادة عقارب الساعة للوراء، المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والعودة الآمنة للمفقودين. عاش نضال الشعب السوداني، الثورة باقية ومنتصرة.